من مدينة كونفنتري البريطانية ينضم إلينا رامي عبد الرحمن مؤسس ومدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. سيد رامي أهلا وسهلا بك معنا. إذا أين وصلت عمليات الإجلاء حتى الآن؟ وخلال التقرير ذكرنا أن أعداد الذين خرجوا من الغوطة الشرقية، ماذا عن أعداد الذين ما يزالون داخل المدينة؟ هل لديكم أي إحصاءات؟ نعم، بالنسبة للذين ما يزالون داخل مدن الغوطة الشرقية، من المفترض أن الرقم يفوق 150,000 إلى 200,000 مدني لا يزالون داخل الغوطة الشرقية، ولكن الذين خرجوا من الغوطة الشرقية أو بقوا في الغوطة الشرقية تحت مناطق سيطرة النظام هم نحو 132,000 مدني بقوا في الغوطة الشرقية أو غادروا إلى ما يعرف بمراكز الإيواء في العاصمة دمشق أو أطراف العاصمة دمشق. هذا بالنسبة للأعداد الذين خرجوا والذين لا يزالون في الغوطة الشرقية، ولكن أيضا بالنسبة للحافلات التي دخلت اليوم إلى منطقة عربين، لا تزال حتى اللحظة هذه الحافلات في تلك المنطقة لم تخرج منها، دخلت برفقة سيارات الإسعاف. أيضا بالنسبة لدوما لليوم الرابع على التوالي كان هناك خروج للمدنيين عبر معبر مخيم الوافدين وفق الاتفاق الغير معلن بين الجيش الإسلام والقوات الروسية المشاركة بشكل أساسي في العملية العسكرية في الغوطة الشرقية. طيب سيد رامي، هل حصلت أي انتهاكات خلال عملية الإجلاء؟ وهل سمح للسكان بأخذ أموالهم ممتلكاتهم الثمينة على سبيل المثال؟ لا، بالنسبة للذين خرجوا إلى إدلب خرجوا يعني ممتلكاتهم الثمينة، وخرجوا بالنسبة للمقاتلين خرجوا بأسلحتهم الفردية، ولكن انتهاكات، نعم يوجد انتهاكات كبيرة جدا. عندما شاهدنا عضو مجلس الشعب التابع للنظام يقوم بإذلال المدنيين عبر محاولة إعطائهم قليلا من الماء مقابل الهداف للنظام السوري ومقابل إسقاط دولة عربية، لا نعلم ما علاقة دولة عربية والمياه وما علاقة الهداف لصالح النظام السوري. هذا مقطع شاهدناه وشاهده الجميع، ما بالك بالذي يدور داخل مراكز الإيواء. أيضا شاهدنا صور تلتقط من بعض مقاتلين النظام مع نسوة من الغوطة الشرقية، وهنا عار ليس على الذين تركوا هؤلاء، عار على المجتمع الدولي الذي رأى هذه الانتهاكات ولا يعمل أي شيء من أجل وقتها. طيب سيد رامي، ماذا عن 100,000 مدني أو أكثر من 100,000 مدني؟ ذكرت حضرتك أنه ما يزالون داخل المدينة في الغوطة الشرقية، ماذا عنهم؟ هل ستستمر عمليات الإجلاء؟ لا، هؤلاء سيبقى معظمهم داخل الغوطة الشرقية. تبقى منطقة دوما التي حتى اللحظة يعني يعمل على اتفاق بين الروس والجيش الإسلام على وضع جيش الإسلام، هل سيبقى في الغوطة الشرقية كقوى تسيطر على تلك المنطقة، تدخل الشرطة العسكرية الروسية، هل سيخرجون إلى القلمون الشرقي؟ حتى اللحظة لم تصل هذه المفاوضات إلى خواتيمها، ولكن أعتقد روسيا الآن نستطيع القول بأنها باتت تفرض سيطرتها بصورة أو بأخرى على كامل الغوطة الشرقية لدمشق بعد أن بادرت الغوطة الشرقية بعفرين. بالإضافة إلى ما ذكرت الآن حضرتك، الآن وبعد خروج السكان، أغلب السكان من مدن الغوطة الشرقية، ما المصير الذي ينتظر الغوطة سيد رامي؟ مصير الغوطة مصير باقي المناطق السورية التي هجر سكانها أو أجبروا على البقاء تحت سياط النظام السوري والآن تحت سياط الروس. لا نعلم ما سيكون موقفهم، هل ستكون حياتهم آمنة؟ لا نعلم حقيقة الأمر، نريد أن ننتظر ونرى بأن انتهاكات هي تحصل الآن قد تخرج إلى العلن بأي لحظة. شكرا جزيلا لك من مدينة كونفدري البريطانية رامي عبد الرحمن مؤسس ومدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.